السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام. من ابن جني وما مكانته العلمية؟ وما مذهبه النحوي وما علاقته بالمتنبي؟ ما آثار ابن جني العلمية وما أهمية كتبه الخصائص وسر صناعة الإعراب والمحتسب والتصريف الملوكي؟ وما منهجه وأسلوبه في تأليفهم؟ سنناقش اذا مشاهدينا الكرام في حلقه لسان العرب لهذا الاسبوع بعنوان نجني فيلسوف العربيه اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين ونذكر بموضوعنا هذا الاسبوع ابن جني فيلسوف العربيه نرحب بدا مشاهدينا بضيفنا الاستاذ الدكتور حمدي بخيت استاذ اللغه العربيه في جامعه جوريسون التركيه مرحبا بكم دكتور اهلا وسهلا ومرحبا وحياكم, وحياكم الله ونرحب ايضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من مدينه ازمير التركيه الدكتور رامي الخلف العبد الله مدرس اللغه العربيه بجامعه ازمير مرحبا بكم دكتور رامي مرحبا بكم استاذ نصير حياكم الله نبدا دكتور حمدي اذا حدثنا متفضلا عن ابن جني الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين عالم العربيه ذو التصانيف الفريده فيلسوف العربيه ابو الفتح عثمان ابن جني وابوه جني رومي يوناني يعني جني ليس بتشديد الياء وانما بسكونها لانه مختص ماخوذ من جانيس أه. لا, نعم. يعني لا ليست نسب ليست نسبا نعم. نعم وينتسب بالولاء الى سليمان ابن فهد ابن احمد الازدي ولذا ينتسب ازديا ولاء ويونانيا هو يونانيا رومانيا أصلاً, أصلاً, اصلا نعم, نعم من اصوله نعم. طيب لكن الاسلام يجب كل هذه الامور صحيح إنما المؤمنون اخوه مم. ولذا يقول في اخر شرح تصريف المازني في المنصف اخر شرح تصريف المازني يقول قال ابو الفتح عثمان بن جني الازدي مم. نعم, نعم كان يحس يعني ضاعة في نسبه ولذا لانه ليس من اصل عربي فيقول من قصيدة طويلة فإن أصبح بلا نسبي فعلمي في الورى نسبي على أني أقول إلى قروم سادة النجب قياصرة إذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب أولاك دعا النبي لهم كفى شرفا دعاء نبي آه جميل نعم, نعم وجني علم الرومي كما قلنا ويذكرون أنه معرب كني آه نعم, نعم. آه طبعا ولد ابن جني في الموصل آه لكنه اختلف في تاريخ ولادته قيل ولد قبل الثلاثين والثلاث والثلاثمائة نعم. وقيل قبل الثلاثمائة وهذا مستبعد آه نشأ بالموصل وتلقى مبادئ التعليم فيها واخذ النحو عن احمد بن محمد الموصلي الشافعي المعروف بالاخفش ومن اشهر شيوخه ابو بكر محمد بن الحسن المعروف بن مقسم وهو من القراء وكان راوية ثعلب ويروي ابن جني عنه اخبار ثعلب وعلمه يتضح ذلك من قوله واخبرنا ابو بكر محمد. ابن الحسن عن يعني أحمد بن يحيى قال قال أبو عثمان يعني المازني في قول الشاعر فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا صلى الله عليه وسلم <applause> وإلى آخره قرأ أيضا على أبي الفرج علي بن الحسن الحسين الأصبهاني صاحب, <applause> صاحب, كتاب الأغاني المشهور وأكثر من أخذ عنهم العلم ومكث معه أربعين عاما هو أبو علي آه، أبو علي العالم المتفرد إمام العربية أبو علي الفارسي. وسبب يعني صحبته له أنه جلس في المسجد في الجامع يدرس النحو. فمر أبو علي بالمسجد وجلس في حلقته ثم سأله مسألة في التصريف. معلوم بأن الصرف يحتاج إلى دقة وإلى وهو أصعب من النحو. صحيح. فلم يحرج جوابا لم يستطع الإجابة عن هذه المسألة فقال له جملة كان سببا في أن يلتزم مع هذا الشيخ قال له زببت وأنت حصر يعني جعلت من نفسك عالما هو زبيب عالما وانت حسن يعني صغيرا نسميه نيرخ نحن آه. آه. يعني هو العنب الاخضر لا زال. نعم صغير وانت صغير فسال من هذا فقالوا هذا ابو علي الفارسي العالم الكبير فلزمه لمده أربعين سنه و أفاد منه الكثير وصار عالما له من الكتب ما له و صار ما صار بفضل تعلمه على يد أبي علي الفارسي هناك قصة أخرى عفواً دكتور نعم بعد هذه المقولة الشهيرة مم قال له قم لا تجلس معي أنت يعني شيخ قم ودرس نعم طبعاً لك حلقة نعم هذا ممن من مم يريد أن يتعلم لكن نعم لو كان ممن نعم يريدون شهرة لا علماً ما فعل هذا لكنه أخذ الطريق الصحيح وصحب أبا علي ولم يجلس على كرسي الأستاذية إلا بعد وفاة شيخه نعم طيب بو. طوف في البلاد وفي أكثر البلاد الموجودة في حلب وسيف الدولة طبعا ومثل هذه الأمور وانتهى به الأمر إلى بغداد سكنها ودرس بها العلم حتى مات توفي سنة 392 واثنتين وتسعين من الهجرة آه ومن صفات الخلقية أنه مم كان أعور كان ممتعا في إحدى عينيه عيني نعم كانت من عادته في درسه في تعليمه الإشارة مم ولذلك مما قال في كتاب الخصائص وعلى هذا قالوا رب إشارة أبلغ من عبارة آه المحقق كتاب الخصائص الاستاذ محمد علي النجار يقول على موضوع الاشاره يقول وقد يجوز ان ابن جني كان في لسانه لكنه لمكانه من العجمه من جهه ابيه فكان يستعين على ايضاح ما يريد بالاشاره نعم, نعم كان رجل جد وكان امرا صدق ولم يعرف عنه امور اللهو او الشرب او المجون وكان عف اللسان والقلم يتجنب البذيء من الألفاظ نعم. آه ولم يكن همه رضاء الملوك ومنادمتهم كأدباء عصره نعم نعم آه دكتور رامي آه نرحب بك مجددا تأخرنا عليك لأن يعني ما شاء الله مسيرة ابن آه جني حافلة آه نعم صحيح آه نعم صحيح. ما مؤلفات ابن جني دكتور رامي؟ مرة أخرى تحياتي لك أستاذ نصير وتحياتي إلى الأستاذ الدكتور حمدي بخيت وأشكركم على هذا البرنامج الهادف أهلا وسهلا بك إذا تصفحت كتب ابن جني فلا شك أنك ستلقى رجلا عميق الثقافة واسع الإطلاع غزير العلم جم المعرفة وقد زادت مؤلفاته عن الخمسين وهو من الأوائل الذين طرقوا أبواب فقه اللغة العربية وأصول النحو ولك في كتاب الخصائص خير مثال صحيح درس ابن جني الأصوات والحروف العربية دراسة عميقة متقنة وذلك كما في كتابه سر صناعة الإعراب وقد كان لابن جني جهد كبير في النحو فألف فيه وفي التصريف ومن اهم كتبه اللمع في النحو وقد جمع فيه احكام النحو وبعض احكام الصرف وكثرت الشروح على هذا الكتاب لما له من قيمه علميه كبيره عند العلماء وكتابه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها وهو تحليل نحوي للقراءات الشاذه في القران أما كتابه المنصف فهو شرح كتاب التصريف للمازني المتوفى سنة 249 من الهجرة هناك أيضا كتابه التصريف الملوكي وفيه اختصر ابن جني أهم المسائل في التصريف بمفهومه الواسع وكتابه المذكر والمؤنث الذي ابتداه ابن جني بالمؤنث السماعي وذكر فيه بعض المسائل منها المؤنث الذي لا يجوز تذكيره ثم اتبعه بالمذكر الذي لا يجوز تانيثه وغير ذلك. م. حقيقه لم يكن ابن جني اماما في النحو والصرف فقط. انما كان ابن جني كمن يريد ان يملك نواصي اللغه فهو الى جانب ما سبق يعد من ائمه الادب او كما قيل صاحب التصانيف البديعه في علم الادب. صحيح. من تصانيفه في الأدب الفسر أو الشرح الكبير وهو شرح ديوان المتنبي وهناك أيضا الشرح الصغير وقد حقق الشرحين الدكتور رضا رجب وطبع في دمشق في دار الينابيع وفي الأدب أيضا له التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة والتمام في تفسير أشعار ذيل مما أغفله أبو سعيد السكري. حقيقة هذه التصانيف البديعة في الأدب جعلت الثعالبي يصفه في يتيمة الدهر بقوله: هو القطب في لسان العرب، إليه لا. انتهت الرياسة في الأدب. لا. والحديث ذو شجون، مه. ولا بد أن نذكر كتاب العروض لابن جني المطبوع في القاهرة. مه. حقيقة هذه التصانيف البديعة دفعت كل من كتب عنه أن يعترف بفضله ويثني عليه وعلى, وعلى مؤلفاته وهو أهل لكل هذا وأكثر منه ومن وقف على مصنفاته أدرك بالفعل بعض صفاته فهو الإمام الذي بز أقرانه ولم ير مثله في علوم العربية بوركت دكتور رامي ودكتور حمدي إذن من هنا نريد ان نتعرف عن مذهب ابن جني العقدي والفقهي والنحوي وهو المهم نعم نعم ابن جني كاستاذه في امور مم. العقيده كان معتزلي العقيده ويتضح هذا من كتابه الخصائص آه يعني ورد في باب ور... في باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف مم. تحدث عن فعل العبد وقد قال بعض الناس يقصد أهل السنة إن الفعل لله وإن العبد مكتسبه وإن كان هذا خطأ وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه لقوم السيوطي يعلق على ذلك في الأشبه النظائر بقوله يعني أهل السنة نعم أما مذهبه الفقهي فهو أيضا مثل شيخه كان حنفي المذهب في الفروع في الفقه نعم يظهر ذلك أيضا في كتاب الخصائص يقول وكذلك كتب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى انما ينتزع اصحابنا منها العلل لانهم يجدون لانهم يجدونها منثوره في اثناء كلامه فيجمع بعضها الى بعض بالملاظفه والرفق ولا تجد له عله في شيء من كلامه مستوفاة محرره طيب. وهذا معروف من هذا الحديث آه هذا كلامه في الخصائص مهم. ومعلوم بان محمد بن حسن الشيباني له من الكتب التي جمع فيها او فيها جانب فقهي فسره تفسير نحوي مهم. او اهتم بالجانب النحوي مهم. وبنى عليه الحكم الفقهي الجامع وغيره طيب. آه اما بالنسبه لمذهبه النحوي فهو كشيخه ابي علي الفارسي ابي علي الفارسي، هذا المذهب الذي هو بغدادي ينزع الى البصريين كثيرا، مم. ولذا يعبر عن البصريين بقوله أص قال اصحابنا، ويتكلم عن الكوفيين او عن غيرهم او الذين ينزعون الى اهل الكوفه كثيرا بالبغداديين. صحيح. نعم، وهذا يعني مشهور وموجود في كتبه طيب نعم <applause> طيب الدكتور رامي قبل ان ننتقل الى فاصل ديوان العرب حدثنا متفضلا باختصار عن صحبة ابن جني وقصته مع شاعر العربية الكبير أبي الطيب المتنبي <applause> نعم نعم العلاقة بين ابن جني والمتنبي هي علاقة بين قطبين أو بين عبقريتين إن شئت <applause> فابن جني هو القطب في لسان العرب إليه انتهت الرياسة في الأدب كما قال عنه الثعالبي أما المتنبي فقد وصفه ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة فقال: مالئ الدنيا وشاغل الناس وقد نشأت علاقة وثيقة بين ابن جني والمتنبي ولعلها بدأت عندما التقى ابن جني بالمتنبي أول مرة, أول مرة في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب وظل في صحبته هناك مدة طويلة وقد التقى به مرة أخرى في بلاط عضد الدولة في شيراز الصداقه بين ابن جني والمتنبي نشات من الاعجاب المتبادل بينهما بين العبقريتين فالمتنبي كان معجبا بابن جني وعلمه وقدرته على التحليل والتعليل وقد قال فيه هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس وكان المتنبي اذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول سلوا صاحبنا أبا الفتح وقد قال ابن خلكان سأل شخص أبا الطيب المتنبي عن قوله باد هواك صبرت أم لم تصبرا مم. وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى مم. فقال كيف أثبتت الألف كيف أثبتت الألف في تصبرة مع وجود لم الجازمة جازمة صحيح. وكان نعم وكان من حقه أن يقول لم تصبر مم. فقال المتنبي لو كان ابو الفتح ها هنا لاجابك طبعا هنا يعلق ابن جني يقول يعنيني يقول ويقدم تفسيره ويقول وهذه الالف هي بدل من نون التوكيد الخفيفه كان في الاصل كان في الاصل لم تصبرا بالضبط ونون ونون التوكيد الخفيفه اذا وقف الانسان عليها ابدل منها الفا <applause> لذا لذلك عندما يقول المتنبي عن ابن جني أعرف بشعري مني فهو يعي ما يقول لأنه يثق بعلم صاحبه ابن جني وقدرته على التعليل والتخريج وبالمقابل فإن ابن جني أول من قام بشرح أشعار ديوان المتنبي وكان كثير الاستشهاد بشعره وقد كان يثنى كثيرا على شخصية المتنبي مادحا شاعريته وذكاءه وصدقه فيقول نعم. وحدثني المتنبي شاعرنا مم. وما عرفته إلا صادقا صحيح نعم, نعم. ولصدق ولصدق نعم. مشاعر ابن جني تجاه المتنبي تجده يرثيه بقصيدة فيها من الإحساس بالألم ما فيها فكان ابن جني وفيا لصاحبه المتنبي فدافع عنه في حياته وبعد وفاته. وشرح ديوانه نعم. نعم. نعم، فلنتوقف الآن إذا مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع أبي العتاهية شاعر الزهد والموعظة. أبو العتاهية شاعر عباسي مكثر سريع الخاطر في شعره إبداع وحكمة وعظة. اشتهر بزهدياته. ومنها ما قال لعمري لقد نوديت لو كنت تسمع الم تر ان الموت ما ليس يدفع الم تر ان الناس في غفلاتهم وان المنايا بينهم تتقعقع الم تر ان الفقر يعقبه الغنى الم تر ان الضيق قد يتوسع الم تر ان الموت يهتز سيفه وان رماح الموت نحوك تشرع الم تر ان الدهر في كل ساعه له عارض فيه المنيه تلمع ايا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع الم تر ان المرء يحبس ماله وورثه فيه غدا يتمتع وصفت التقى وصفا كانك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع ولا تحتقر شيئا تصاغرت قدره فان حقيرا قد يضر وينفع تقلبت في الدنيا تقلب اهلها وذو المال فيها حيثما مال يتبع فما بال عيني لا تجود بمائها وما بال قلبي لا يرق ويخشع تبارك من لا يملك الملك غيره متى تنقضي حاجات من ليس يقنع وذو الفضل لا يهتز ان هزه الغنى لفخر ولئن عظه الدهر يضرع أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع ابن جني فيلسوف العربية دكتور لنتناول كتب ابن جني ونبدأ بأبرز كتبه الخصائص حدثنا عنه متفضلا نعم كتاب الخصائص من الكتب المهمة في فقه اللغة وفي أصول النحو كذلك يعني يعد عمدة من عمد كتب فقه اللغة هو وكتاب الصاحبي لابن فارس والثعالبي كذلك كسر العربية والمزهر للسيوطي من الكتب عند القدماء من الكتب الجامعة المانعة ونبدأ بالخصائص وأيضا يعد الكتاب الأول في أصول النحو لأن فيه أبوابا كثيرة تخدم أصول النحو صحيح. أفاد منها من أتى بعده مم. سواء كان أبو البركات الأنباري أم السيوط في اقتراحه حتى في فقه اللغة الحديث يعني ما هو سبق عصره نعم فيها في نظريات كثيرة موجودة مم. تأخذ من ابن جني مم. كما أخذت نظريات من عبد القاهر الجرجاني قضية النظم نظر كذلك مم. ابن جني ولذا يعني يوصف بفيلسوف العربي مم. ألف كتابه هذا وقدمه الى بهاء الدوله البويهي لعله اتى بعد عضو الدوله مم. نعم يعني بعد الديباجه والمقدمه يبين موضوع الكتاب مم. يقول وذلك ان لم نرى احدا من علماء البلدين يعني البصره والكوفه نعم تعرض لعمل اصول النحو على مذهب اصول الكلام والفقه مم. نعم، فاما كتاب آه كتاب اصول ابي بكر يعني ابن السراج مم لم يلمم فيه بما نحن عليه الا حرفا او حرفين في اوله. اه يعني اشياء يسيرة كتاب الاصول في النحو الاصول في مم النحو. مم نعم. يقول وسنقول في معناه على ان ابا الحسن يعني الاخفش الاوسط الاخفش الاوسط نعم مم آه قد كان صنف في شيء من المقاييس كتيبا. مم نعم آه اذا انت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أن نبنى عنه فيه وكفيناه كلفة التعب به مهم. إلى آخره من الكلام الذي يبين فيه ما الموضوع طبعا الخصائص فيه يعني القواعد العامه والاصول العامه <applause> لاصول النحو نعم <applause> وتعد اصول واصول اللغه اللغه <applause> نعم اصول <applause> النحو يعني ما يسمى يسمى بفقه اللغه ويسمى عندنا في جامعه الازهر اصول اللغه <applause> بالفعل فيه قواعد لاصول اللغه يعني موضوع العربي إذا كانت موضوع اختلاف اللغات او تداخل اللغات او الموضوع الروايه او الترادف او المشترك اللفظي او التضاد او الاشتقاق بانواع مختلفه يعني درس كثيرا من الموضوعات اللغويه التي تدرس في علم اللغه الحديث الان فعلا. ويصنفونها أو يسمونها فقه اللغة أو تدرس بما يسمى بأصول اللغة ويأخذون منه أيضا بعض الأمور الخاصة بأصول النحو يعني سواء في السماع أو في أمور القياس موجود فيه كلام في السماع وكلام في القياس وأفاد منه الأنباري أبو البركات المتوفى سنة 77 و500 من الهجرة وأفاد السيوطي كثيرا في اقتراحه لأن السيوطي ينقل كثيرا بل انه نقل رسالتي ابي البركات الانباري نقلا واضاف اليهما من خصائص السيوطي الكثير وكون كتابه الاقتراح في علم اصول النحو نعم فابن ال ال جني يعني علم متفرد فيلسوف في العربية له ما له من النظريات اللغوية التي سبقت المحدثين طيب من هنا دكتور رامي ننتقل إلى الكتاب الآخر من كتب ابن جني أيضا المهمة وفي في علم الأصوات هو سر صناعة الإعراب حدثنا عنه بإيجاز أيضا لكي يعني نفي بقية الكتب تفضل دكتور نعم سر صناعة الإعراب هذا هو العنوان الذي اشتهر به الكتاب وقد يسبع باسم سر الصناعة وهذا من باب الاختصار الذي شاع بين العلماء وطلبة العلم الكتاب يقع في جزئين وحقق اكثر من مره ويقصد ابن جني بصناعه الاعراب صناعه الكلمات او صناعه بنيه الكلمه صوتا وحرفا وما يعتريها من تغيير كما في الاعلال والابدال والزياده والاصل والحذف، اذا لا نفهم من العنوان ان الاعراب او صناعه الاعراب هو الاعراب المصطلح النحوي المتداول الان. وقد خص ابن جني هذا الكتاب بدراسه الاصوات فكان اول عالم في العربيه يفرد هذا البحث بكتاب مستقل، حيث كان قبله يدرس ضمن بحوث النحو كما في كتاب سيباوي. ومن يقرأ مقدمة الكتاب يتعرف منهج ابن جني الصوتي في هذا الكتاب، حيث ذكر أحوال الأصوات مرتبة في حروف المعجم العربي حسب الترتيب الهجائي. فتناول مخارجها ومدارجها وانقسام أصنافها وأحكام مجهورها ومهموسها وشديدها ورخوها وصحيحها ومعتلها وساكنها ومتحركها، كما تناول فروعها المستحسنه والمستقبحه ونحو ذلك، وبما ان الجانب الصوتي قد اخذ نصيب الاسد في هذا الكتاب فلا بد من ذكر بعض المسائل الصوتيه التي ذكرها ابن جني على عجاله، ذكر مثلا الفرق ما بين الصوت والحرف، تذوق او تذوق اصوات الحروف وتشبيه الحلق بالات الموسيقى، العلل وعلاقتها بالاصوات، حسن تاليف الكلمه من الحروف فيما يتعلق بالفصاحه في اللفظ المفرد وتاصيل ذلك طبعا على اساس المخارج المتباعده <متصفيق> يعني لا يفتنا نعم يعني هو من اهم كتب علم الاصوات نعم. نعم نعم صحيح هو وهنا يعني ابن جني هنا كان اول من استعمل مصطلح علم الاصوات صحيح. للدلاله على هذا العلم ويعد الرائد في هذه المدرسه م -م -م. وكان نعم. على حق في قوله في كتابه وما علمت ان احدا من اصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض ولا اشبعه هذا الاشباع فعلا يحسب له اما الان دكتور حمدي ننتقل الى المحتسب هذا من اهم كتب ابن جني في توجيه القراءات نعم نعم تفضل من المعلوم ان ابا علي الفارسي شيخ ابن جني قد كتب كتابا في توجيه الحجه في علل القراءات السبع وكان يريد ان يكتب كتابا يحتج فيه القراءات الشاذه ولكن الاجل عاجله ولم يكتب هذا الكتاب. آه لما راى ابن جني ان القراءه الشاذه لم يحتج لها احد فانبرى لهذا الامر وهذا الامر يحتاج الى درايه والى علم وافر بالعربيه واللغه آه كليهما. آه فانبرى لهذا الامر وكان قد بلغ من العمر مبلغه وبلغ درجة عالية من الإتقان العلمي فيقول مثلا غرضنا منه موضوع الاحتجاج لا. معنى الاحتجاج أولا حتى يفهم المشاهد الكريم أن يأتي بالآية ثم يذكر القارئ أولا كنظام أو المنهج الذي يتبعه يذكر الآية ثم يذكر القارئ لها من القراء الشواذ الذين هم ما بعد العشرة عشرة الآن، مهم احنا مهم عندنا الآن العشرة العشرة القراءات متواترة في زمانه كان السبعة والثلاثة الذين كملوا العشرة كانوا رواة لهؤلاء أو لهؤلاء, من لهؤلاء السبعة منهم من كان راويا ومن من كان إلى آخره من الأمور التي تدرس في علم القراءات طيب يذكر القارئ ثم يأتي بشاهد لهذه القراءة او بنظير لها او ياتي او يوجهها توجيها, توجيها اعرابيا او يردها الى لغه من لغات العرب وهو بارع في هذا نعم وان ان لم يجد لها وجها كان يحكم عليها بال كان يردها يعني من الامثله التي ردها حتى نصل مثال واحد دكتور مثال واحد يعني يقول في الاحتجاج لقراءة ابن محيصن <applause> ثم أضطره إلى عذاب النار الطاء الطاء بطاء مشددة <applause> ليس ضاد ساكنه طاء أضطره نعم كأنما ادغمت يعني نعم هو ادغم الضاد آه. في الطاء وصيرها ضاء مشدده آه. يقول بادغام الضاد في الطاء هذه لغه مرذوله آه يحكم م. على اللغه م. نعم, نعم. آه وقال في الاحتجاج لقراءه ابي جعفر يزيد للملائكه تس اسجدوا نعم بضم التاء أه. قال هذا ضعيف عندنا جدا مم. مثل الحمد لله أه. نعم 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 هكذا نعم اذا ايضا دكتور رامي نرجو منك الاختصار ايضا لضيق الوقت يعني بدقيقه مثلا حدثنا عن التصريف الملوكي وهو من الكتب التعليميه لابن جني التصريف الملوكي او مختصر التصريف مم. الملوكي هي نسبة إلى الملوك. وربما ألفه ابن جني استجابة لطلب أحد الأمراء. ومهما يكن فإن ابن جني اختصر فيه أهم المسائل في التصريف بمفهومه الواسع، أي بمعنى التغيرات التي تطرأ على الألفاظ العربية في مختلف تبدياتها. وهذا الكتاب استخرجه ابن جني من كتابه سر صناعة الإعراب ويتميز بالوضوح ودقة العبارة وهو يبتعد غالبا عن الإطناب نعم. ويركز الكثير من المعاني في القليل من الألفاظ وهذا الكتاب حقيقة مفيد للطالب والأستاذ والباحث على حد سواء جميل. <تصريف> نعم، يقول في تعريف التصريف مثلا هو أن تأتي إلى حروف الأصول وسنوضح قولنا الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف بضرب من ضروب التغيير فذلك هو التصرف فيها والتصريف لها، مثلا في ضرب فهذا مثال الماضي يقول فإن أردت المضارع قلت يضرب أو اسم الفاعل قلت ضرب يعني ضرب فعل هذه الاحرف الاصليه فعل ضربة نعم هكذا ثم يشتق منه بالضبط هذا على نعم هذا على نعم. سبيل المثال ويقول اعلم او ليعلم ان التصريف ينقسم الى خمسه اضرب الزياده والبدل والحذف والتغيير حركه او سكون والادغام هكذا. طبعا الكلام السابق او المتن هو سهل جدا ماتع بعيد عن الغموض والتعقيد جميل. والدليل ان ما سردناه لا يحتاج الى شرح او توضيح فعلا بوركت دكتور رامي بدقيقه واحده لو سمحت دكتور مع ان الامر يحتاج الى بسط اكثر ولكن لضيق الوقت الوقت كتاب المذكر والمؤنث ايضا هو كتاب مختصر يعني من الكتب الرائعه الرائقه كتاب المذكر والمؤنث وخاصه الالفاظ المؤنثات السماعيه وقد كتب علماء العربيه كثيرا من هذه الكتب لكن ابن جني الان نحن مع ابن جني مه. الذي عنون لكتابه هذا بال الذي صدر كتابه بالمؤنثات السماعيه. وعنوان لهذا الباب بالمؤنث الذي لا يجوز تذكيره. نعم. وبداه بالعين والاذن، وتضمن هذا الباب يعني 91 كلمه. اغلب هذه الكلمات كررها مره ثانيه عندما رتب الكلمات ترتيبا معجميا ما عدا مجموعه من الكلمات. اورد ما لا يجوز تانيثه وبلغ عدد الكلمات التي أوردها حوالي خمسين كلمة بدأها بالأشاجعي وأغلب هذه الكلمات لم يكررها عندما رتب الكلمات ترتيبا معجميا بعد ذلك رتب الكلمات وفق حروف المعجم ختم الكتاب بالحديث عن تصغير المؤنث فذكر أمثلة التصغير المؤنث الثلاثي وتصغير ما زاد على أربعة أحرف الكتاب خلى من الشواهد القرآنية والشعرية وغيرها نظرا للاختصار الذي التزمه في هذا الكتاب. يبدو ان منهجه هو الاختصار. نعم. نعم دكتور حمدي نكتفي بهذا القدر عذرا لك. في اخر دقيقة دكتور راني حدثنا عن كتاب العروض لابن جني. ابن جني شاعر وله شعر حسن، وكتابه في العروض له اهمية عظيمة لمكانة ابن جني ولقربه من الخليل. وقد سار في كتابه العروض على هدي الخليل بن احمد. فاتفق معه على عدد البحور وهي خمسة عشر بحرا عندهما وعلى استبعاد البحر السادس عشر وهو المتدارك الذي أضافه الأخفش الأوسط كما م. اتفق في مع الخليل في المسائل الأخرى المتعلقة بعلم العروض بدأ, بدأ كتابه بتعريف علم العروض وثم بتعريف الشر و ايضا لا يحيد ابن جني عن اسلوبه التعليمي حتى في كتابه العروض هذا، فتجده يقول على سبيل المثال: واعلم ان تقطيع الحروف وهجاءه على اللفظ لا على الخط، فما وجدت في اللفظ احتسب به في التقطيع وما لم يوجد في اللفظ لم يحتسب به في التقطيع. هنا طبعا اشاره الى الحروف التي تكتب ولا تنطق والعكس. نعم طبعا نعم. ثم عرف ايضا السبب والوتد والفاصله وغيرها من المصطلحات العروضيه مم. مم. غيرها من المصطلحات نعم نعم تحدث نعم. ايضا عن التفعيلات الاصليه الثمانيه وقسمها مم. الى قسمين سباعيه وخماسيه ثم نعم. عرف ايضا العروض والضرب مم. وبعد ذلك ايضا تكلم عن كل بحر على حده بالتفصيل من البحور خليلية نعم إذا في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر سكايب من إزمير دكتور رامي الخلف العبد الله مدرس اللغة العربية بجامعة إزمير شكرا جزيلا لكم دكتور شكرا لكم شكرا لكم. الله أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة وستكون هذا الأسبوع عن ابن جني إماما في النحو والصرف وفقه اللغة وعلم الصوت والعروض ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف فلم يصنف أحد في التصريف أكمل ولا أدق منه كل هذا والرجل من أصل يوناني لا تعجب يا حضرة الأستاذ ابن جني سحرته اللغه العربيه مثلما سحرت العديدين من ابناء الشعوب الاخرى التي انعم الله عليها بنعمه الاسلام فظهرتهم بما فيها من دقه وجمال ومنطق وقدره على التعبير هل اذكركم بكلمه طريفه للعالم الشهير أبو الريحان البيروني تفضلي قال ابو الريحان البيروني والله لان اهجى بالعربيه أحب إلي من أن أمدح بالفارسية <تصفيق> <تصفيق> كان ابن جني من أشد المعجبين بالمتنبي أي بأعظم شعراء العربية <applause> إيه نعم وكان يستشهد بشعره في البعان وهو أول من شرح ديوان المتنبي وفي الوقت نفسه كان المتنبي معجبا بابن جني وذكائه وكان يقول هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس لا والله يا سيدي نحن في القرن العشرين نعرف قدره فما نزال ننظر إلى كتابه الذي عنوانه الخصائص في أصول العربية نظرتنا إلى كتاب جليل الخطر في فقه اللغة فنحن نعتز بأن إمامنا ابن جني كان قد أورد في ذلك الكتاب قبل حوالي ألف سنة آراء سديدة في فقه اللغة تمت إلى علم اللغات العام والى علم الأصوات اللغوية دون أن تقتصر على العربية وحدها أخطأ الأستاذ فضعف الياء والصواب ابن جني بلا تضعيف أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب وقد وصلنا إلى فكرة البيان القرآني عنوان هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة المائدة الجزء الثالث حياكم الله مشاهدينا الكرام ونبدأ في البيان القرآني من قوله تعالى الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير في المائده وقال تعالى في سورة الفتح ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما هنا دكتور ما الحكمة من تقديم التعذيب في المائدة وتأخيره في الفتح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا السياق له دوره في التقديم والتأخير في آية المائدة السابق عليها من الآيات حديث عن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إنما جزاء ثم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا فكان لابد أن يؤتى بالتعذيب أولا قبل المغفرة ليناسب ليكون فيه ردع لهؤلاء الذين يعيثون في الارض فسادا. اما آية الفتح فقد تقدمها ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. فكان لابد من تقديم المغفره مم. على التعذيب ليكون ادعى لهؤلاء بأن يدخلوا في دين الله عز وجل. مم. مم. وحتى الفاصلة جاءت وكان الله وك... غفورا. نعم وكان الله غفورا رحيما. صحيح. صحيح. ايضا مشاهدينا من المتشابه اللفظي في سورة المائدة قوله تعالى. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في المائده وقال تعالى في المائده ايضا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقال جل وعلا في سوره نفسها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هنا دكتور ما الحكمه من هذا الاختلاف الفاصله الكافرون والظالمون والفاسقون. للعلماء في هذه الآيات الثلاث توجيهات كثيرة. من ذلك أن الأولى نزلت في حكام المسلمين والثانية في حكام اليهود والثالثة في حكام النصارى. وقيل الكافر والفاسق والظالم كلها بمعنى واحد وهو الكفر. عُبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة واجتناب التكرار. وقيل من لم يحكم بما انزل الله انكارا له فهو كافر. ومن لم يحكم بالحق مع اعتقاده للحق وحكم بضده فهو ظالم. ومن لم يحكم بالحق جهلا وحكم بضده فهو فاسق. وقيل ومن لم يحكم بما انزل الله فهو كافر بنعمه الله، وهذا قول ابن عباس كفر دون كفر. آه ظالم في حكمه فاسق في فعله. هل هناك ترجيح لهذا التوجيهات يعني هذه التوجيهات المختلفة؟ كلها تشمل يعني؟ يعني هي شاملة لكن موضوع من لم يحكم بما أنزل الله إنكارا له فهو كافر هذا من الأمور التي يعني أميل إليها ومن لم يحكم بالحق مع اعتقاده للحق وحكم بضده فهو ظالم ولم ومن لم يحكم بالحق جهلا وحكم بضده فهو فاسق جميل نعم يعني لهذا لأنه الذي ينكر الحكم ويعلم أنه حق وينكره لا تأويل له إلا الكفر إلا الكفر يعني معناه المولى عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صحيح يعني هو عالم بخلقه وعالم بما يصلحهم فآتي أنا وأقول هذا التشريع لا يصلح لهذا وأنكره وآتي بالشريع عندي هذه مشكلة صحيح نعم أيضا, أيضاً مشاهدينا الكرام من المتشابه اللفظي في سورة المائدة قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وهدى وموعظة للمتقين في المائدة وقال تعالى في سورة الحديد ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. السؤال دكتور ما وجه الاختلاف في التفصيل في من قفي بهم؟ نعم. الايه المائده وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم. نعم. مباشره في الحديث ثم قفينا على اثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم. صحيح. في اختلاف هنا. الايه المائده وما تقدمها من الآيات يعني, تتا يعني كلها في بني إسرائيل نعم نعم لذا لم يقع في الآية واسطة لم يقع فيها الواسطة نعني بها برسولنا بين قفين على آثارهم برسولنا وقفين بعيسى لكن في المائدة وقفين على آثرهم بعيسى بعيسى مباشرة مباشرة نعم اما في الحديث قبلها الايه التي قبلها م -م. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذُرِّيَّتِهِمَا النبوه والكتاب نعم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون آه. آه. لقد ارسلنا نوحا وابراهيم آه. إذن هنا رسل نعم. قبل عيسى ثم, ثم اتت بعدها الايه ثم قفينا على اثارهم م -م. برسلنا يعني بعد نوح وابراهيم في رسل م -م. <applause> اه وقفينا بعيسى بن مريم صحيح هذا استدعى هذه الفاصله او هذه الزياده او هذا الاختلاف بين الايتين <applause> نعم ايضا من المتشابه الذي في سوره النساء او المائده قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم في المائده وقال تعالى في الايه التي بعدها لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. هنا هل يوجد تكرار دكتور يخيل للقارئ انه هناك تكرار لقد كفر الذين قالوا في النهاية هو لا يوجد تكرار لكن هو حكاية عن أقوال النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام وفي آآ إيمانهم آآ قال النصارى اختلفت أقوالهم فقالت اليعقوبية إن الله تعالى ربما تجلى في بعض الأزمان في شخص فتجلى يومئذ في شخص عيسى فظهرت منه المعجزات وهم المقصودون في الآية الأولى تجلى يعني هذه مثل الحلول ما نعم ما جعل الله عز وجل هو عيسى بن مريم تعالى الله يعني نزل مم. الى الارض في في صوره مم. بشر وهذا البشر متمثل في عيسى بن مريم مم. نعم صحيح. وقالت الملكانيه مم. ان الله اسم يجمع ابا وابنا وروح القدس وعنوا بالابن بالابي الذات وبالابن الكلمه وبالروح الحياه وأثبتوا الذات والكلمة والحياة وقالوا إن الكلمة هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر أو اختلاط اللبن بالماء وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد سبحان الله يعني تناقض يعني أمر عجيب المفسرون قالوا في الآية الثانية أرادوا بذلك أن الله تعالى وعيسى وأمه آلهة ثلاثة نعم تأكيد ذلك قوله أأنت في آخر المائدة قلت, قلت للناس نس. اتخذوني وأمي إله إله إلى هين الله. من دون الله وقوله وق سبحانه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نعم. وقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة نعم. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله نعم. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون طيب الطبري له قول جميل في الآية الثانية أيضا م -م. يقول وهذا أيضا خبر عن الله تعالى ذكره عن فريق آخر من الإسرائيليين الذين وصف صفتهم في الآيات قبل أنه لما ابتلاهم بعد حسبانهم أنهم لا يبتلون ولا يفتنون قالوا كفرا بربهم وشركا الله ثالث ثلاثة م -م. وهذا قول كان عليه جماهير النصارى قبل, قبل افتراق اليعقوبية والملكية والنسطورية. طيب. نعم. نعم. أيضا دكتور ومشاهدينا الكرام من المتشابه اللفظي في سورة المائدة أيضا قوله تعالى: قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، في المائده. وقال تعالى في سوره الانعام: قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، هذا في الانعام. وفي الانبياء قال قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ما الحكمه هنا دكتور من تقديم الضر على النفع في المائده وتاخره في ايتي الانعام والانبياء م. ايضا؟ م. من المعلوم بان دفع الضر اهم من جلب النفع، م. وان كان مقصودين يعني، م. م. ولانه يتضمنه ايضا فاذا تقدم سياق الملك والقدره كان ذكر دفع الضر اهم. فعلا. م. وهذا يناسب الـ الـ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم, لكم ضرا ولا نفعا صحيح نعم تقدم الملك فهنا دفع الضر أو إذا كان السياق في الدعاء والعبادة والسؤال مم كان ذكر النفع أولى وأهم مم لأنه المقصود غالبا بالسؤال ولذلك قال في سورة الحج يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير أي يدعوه لنفع من ضره أقرب من نفعه المطلوب بالدعاء نعم, نعم. فلذا تقدم النفع على الضر في آيتي الأنعام والأنبياء إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جيريسون التركية بارك الله بكم وحياكم الله أستاذ الله خير وإياكم ومسك الختام مشاهدينا الكرام سيكون هذا الأسبوع مع فقرة سيرة عالم اخترنا لكم هذا الأسبوع ابن جني فيلسوف العربية في رعاية الله ابن جني هو أبو الفتح عثمان بن جن الموصلي من أصل رومي ولد في الموصل سنة 22 و300 من الهجرة وقام بعد الموصل ببغداد صحب ابن جن أبا علي الفارسي 40 سنة فلزمه منذ صغره وسافر معه وسكن بغداد واعتنى بالتصريف وقد اخذ عنه عمرو بن ثابت الثمانيني وعبد السلام البصري كان ابن جني من احذق اهل الادب وعلمهم بالنحو والتصريف الا ان علمه بالصرف كان اقوى واكمل من علمه بالنحو قال له ابو علي الفارسي زببت وانت حصرم فلزم شيخه اربعين سنه وقد اعتنى بالتصريف ولما مات شيخه ابو علي تصدر ابن جني مكانه ببغداد نعته الثعالبي في يتيمه الدهر بقوله اليه انتهت الرياسه في الادب وقد صحب ابا الطيب المتنبي دهرا طويلا وقرا عليه ديوانه ثم شرحه ما ان يذكر ابن جني حتى يذكر كتابه الشهير الخصائص وهو كتاب في اصول النحو يبحث في خصائص اللغه العربيه وتهتم اغلب مباحثه بما يخص فلسفه تلك اللغه ومشكلاتها وفي خلافه القادر توفي ابن جني في بغداد وهو في السبعين من عمره سنه اثنتين وتسعين وثلاثمائه من الهجره